ركزي معايا بقى في الفيديو ده علشان ان شاء الله هنحل مشكلة قشرة الشعر. قشرة الشعر من المشاكل اللي عند الرجالة والستات، ومشكلتها ان احنا لو اهملناها بتسبب مشاكل كتيرة جدا، ومنها تساقط الشعر، وممكن انها تسبب الصلع عند الرجالة كمان. واحنا تعبنا عامة من تجربة الشامبوهات اللي هي بتضيع القشرة وبعد كده بترجع تاني في وقت قليل. فانا جايبه لكم ان شاء الله النهاردة برودكتس في الجون اللي هو هتشتريها هتضيع القشرة وتعالج كمان مشاكل فروة الراس. فيلا اعملي لايك وستي تون. المنتج اللي انا جاي اكلمك عنه النهاردة منتج فعال جدا جدا، والدكاترة بيكتبوه دلوقتي في الروشتات بتاعتهم، وهو منتج علاجي 100% مش تجميلي خالص، ومن الحاجات اللي فعلا محترفة في القضاء على القشرة ومجربة يعني للرجالة وللستات. وهو الشامبو بتاع القشرة بتاع فيشي ديركوس اللي هو انتي داندرف شامبو. طيب الشامبو ده في منه نوعين، في منه للشعر العادي وللدهني، هتلاقي كده الكتابة بالأزرق، وكمان للشعر الجاف هتلاقي الكتابة في الصفرة. عايزة اقول لكم ان الشامبو ده خطير، يعني هو اصلا بتكنولوجي كده اسمها مايكرو بيوم، دي بتقضي على القشرة، وكمان فيه سيلينيوم بيشتغل جدا على علاج الفطر المسبب للقشرة، بالذات القشرة لما تكون تخينة وسميكة، واحيانا بتوصل انها تبقى شكلها عامل زي العجينة. عايز اقولك كمان من اهم المميزات اللي فيه ان هو مش بيضعف الشعر، ومش كمان بينشف الشعر، يعني هو بيشتغل على فروة الراس فعلا، علشان كمان يعني بيقوي الشعر بقى ان هو بيقضي على القشرة دي. وعايز اقولكوا ان فيه منتول، فبتحسوا فعلا ان فروة الراس يعني فيها انتعاش كده رهيب، وكمان بتريح فروة الراس، لان طبعا الناس اللي عندها قشرة ممكن القشرة دي كمان تعور، فبيبقى اي حاجة بتبقى مؤذية على فروة الراس. فالشامبو ده اللي بيميزه ان هو فعلا بيشتغل على كل حاجة في وقت واحد، بيشتغل على القشرة وبيشتغل على اصلاح الفروة الراس، وكمان لطيف جدا جدا على الشعر. نيجي بقى للبرودكت نفسه وشكله وقوامه. اولا هو لونه اصفر، تاني حاجة ريحته حلوة جدا جدا جدا، وقوامه تقيل كده شوية. فانتي تبلي شعرك تستخدميه كويس قوي على فروة الراس، ترغي بيه كويس قوي فروة الراس، وتسيبيه 2 لـ5 دقايق، وبعد كده تشطفي شعرك. في ظرف 4 أسابيع هيكون قضى على القشرة تماما، و4 أسابيع دي لأسوأ الحالات، يعني انتي بتحسي أصلا بتقدم كبير جدا من أول غسلة. فاحنا ممكن نستخدمه من 2 لـ3 مرات في الأسبوع، وهتشوفي نتيجة رهيبة. وتقدري بعديه عادي تستخدمي اي بلسم او اي حاجة، بس فعلا يستاهل تمنه. يعني انا عارف ان هو غالي شوية، بس فعلا يستاهل تمنه، والعبوة كبيرة جدا جدا، بتقعد معاكي اكتر ما تتخيلي، فعلا افكتيف جدا. وفي نفس الوقت انت عمالة بتفقدي شعرك بسبب ان انت متأخرة عن العلاج، مضمون جدا ورائع ما شاء الله. اتمنى ان انتوا تجربوه، ولو عندكم اي اسئله سيبوها لي تحت في الديسكريبشن بوكس، ومتنسوش سبسكرايب واللايك، واشوفكم ان شاء الله الفيديو جاي على خير. باي باي.